والوالي اليوم طالعين سفرة، شوف بالمعارض شو السفرة يا الحبيب. اليوم راح أعرض لكم هذه اللاند كروز 2018 8 سلندر، والله العظيم يمكن دازيلي مليون مسج. نعرض بي ام يقولون ريدنا نجروز، نعرض طياره يقول ريدنا نجروز. خلينا نشوف والله النجروز اذا ما انباعت الله يحرم عليه يجيب بعد النجروز لو ببلاش. اليوم جبت لكم هاي 8 سلندر على الطلب 2018 جي اكس ار 8 سلندر، يعني محرك 4600 استفاد. فيا حبايبي مكفوله السياره بدون صبغ بيس، انا راح اسراويكم اياها. الداخل مالته جلد والمقاعد الجهتين كهرباء، طيب وبريم. هاي ظلت يمكم، انا علقت خبرتي ماشي 84000 كيلو متر و18 موديلها اصلي، والسياره جديده جاهزه غير محرك بشرط. والله والديك بالماتور زين تسوي 8 سلندر 4600 بيش رايدينها ب 60000 دولار بالسياره كلها، بيها بس هاي ملاحظه كشخوط، بيها تعديل بارد. تعالوا خلينا نشوفه وين بالسونر. سونر جديد هذا اللي بالازرق، سونر اللي هو هذا تشوفونه يم القبغ مال البنزين، هذا شخوط، وهنا تعديل على ما مؤشر يم القبغ مال البنزين، الباقي كفاله. ست دفاتر وتؤمرون امر. عنوان سليماني المعارض الجديده معرض عديل السيارات، وهذا رقم تليفوني ايضا راح يتثبت على الاعلان. تحياتنا لكم يا الحبيب ومع السلامه. السلام عليكم، اليوم جايب لكم هذه اللاند كروز بسعر جدا مناسب، منتجين سيارات يابانيه ابيعهم جو السوق دائما. 2022 6 سلندر تنفس طبيعي مكفوله من كل شيء، ماشي 31000 كيلو متر. السعر مالتها قفل 75000 دولار، يعني 7 شدات و50 ورقه، 6 سلندر تنفس طبيعي وكاله ساز مع الضمان مرتبه وكامله جي اكس ار، كفاله من كل شيء. ثلاث شاشات تطبيق، مواصفاتها معروفة الجي اكس ار هذه. السيارة كلها جديدة وبعدها بوضع الوكالة. امشاها 31000. ها بصماتها اثنين. قعياتها مالت الشركة موجودات. حتى تخم بردات وياها. اسراويكم اياها بالصندوق. سنوية وبليت. 22 مال شركة ساز. هذه قاياتها وهذا تخم بردات وياها، 7.5 قفلها. عنوان سليمانية المعارض الجديدة، أول ما تدخلون سليمانية معرض عديل السيارات، اللي يرغب شرائها نقد فقط بدون مراوسة بدون كل شيء. 7 دفاتر و50 ورقة، يعني 75000 دولار. تحياتنا لكم مع السلامة.